ليس الأبطال وحدهم هم الذين يصنعون التاريخ، فالخونة قد يفعلون ذلك أحيانا. أهلا بك، حكايتنا النهاردة مع قصة غريبة ممكن تكون مسلية للبعض وممكن تكون للبعض الآخر معاكسة تماما عن كل أنواع التسلية، ولكن كل ده لا يمنع أنها قصة غيرت مجرى التاريخ وسطرت حكايات وفصول جديدة، ولكن الفصول دي كانت قد بنيت على أساس واحد وهو الخيانة. قصتنا بتحكي قصة السلطان خير بيك ملباي الجركسي اللي اتولد في مدينة سمسون بجانب كورجستان حوالي عام 1462. كان لخير بيك 4 اخوات هم كسباي وخضر وجان بلاط وقنصوة. ابوه ملباي الجركسي قدمهم للسلطان الاشراف قايد باي، وبالتالي ما مسهمش الرق، والرق هو ان الشخص يصبح عبد. كسباي وخضر ماتوا في عهد السلطان الاشراف قايد باي، وجان بلاط اترقى لدرجة أميرال ومات في عهد السلطان الناصر محمد بن قايد باي، وقنصوة اللي اتعرف باسم قنصوة المحمدي اترقى لمنصب نائب الشام ومات في عهد السلطان الغوري. خير بيك اتدرج في المناصب الحربية لحد ما وصل إلى رتبة حاجب الحجاب، رتبة تمثل دلوقتي سكرتير عام رئيس الجمهورية في عهد السلطان القنصوة الغوري، وفضل في المنصب ده لغاية وفاة أخوه قنصوة المحمدي اللي كان نائب الشام. فنقل السلطان الغوري الأميرال سيباي، ونركز في الاسم ده كويس لأنه مهم وهنحتاجه قدام. نقل السلطان الغوري الأمير سيباي من نيابة حلب لنيابة الشام، وعين خير بيك نائب على حلب، ففضل في المنصب ده من يوليو 1504 لغاية أما الجيوش العثمانية بقيادة سليم خان الأول غزت الشام سنة 1516. السلطان العثماني سليم خان الأول ابن عثمان، وده كان سلطان بيحب الحروب وعايز يوسع نطاق الدولة العثمانية، فبقى بيتلكك على محاربة الدولة المملوكية على أقل سبب. فاتهم الغوري مثلا بأنه بيمالي الفرس أكبر أعداء العثمانيين وقتها، وبأن مصر بتأوي المنشقين والمتمردين عليه. في الفترة دي خير بيك كان بيتصل من حلب بسليم الأول وبيحرضه وبيشجعه على غزو الدولة المملوكية، وبيقول له تفاصيل مهمة عن نقط الضعف في الدولة المملوكية. حس السلطان الغوري في مصر بالخطر وابتدى يجهز جيش علشان يروح الشام للتصدي للعثمانيين اللي كانوا بالفعل اتحركوا. كتب له خير بيك في مارس 1516 عشان يحاول يمنعه من انه يجي لحلب. خرج السلطان الغوري بالجيش وقامت معركة مرج دابق في شمال حلب في 24 أغسطس 1516، ودلوقتي هنستعرض لكم معركة مرج دابق، فركز معي. المكان دابق 35 كيلومتر شمال شرق مدينة حلب بسوريا، تاريخ 24 أغسطس 1516 ميلادي. الأطراف العثمانيين بقيادة سليم الأول والمماليك بقيادة السلطان قنصوة الغوري. كان الجيش اللي بيقوده الملك قنصوة الغوري بيتكون من 5 أجزاء مهمة، وهم القلب اللي بيتكون من السلطان قنصوة الغوري ومماليكه، والمقدمة والساقة أو المؤخرة أو قوات الاحتياط حاليا، والميمنة وجناحها، والميسرة وجناح. الميمنة كانت بقيادة سيباي نايب الشام، والميسرة كانت بقيادة خير بيك نايب حلب. التفوق في المعركة من الأول مال ناحية المماليك بالرغم من الفارق الكبير اللي كان بين قوة الجيشين، لدرجة ان في بعض الأقاويل تستند ان سليم الأول كان بيفكر وقتها في الصلح. سيباي واللي كان وصلت له معلومات بتآمر خير بيك مع العثمانيين، وطلب أثناء المعركة من السلطان قنصوة الغوري ان يعزله من مهامه، ولكن السلطان قنصوة الغوري ما سمعش الكلام وفضل التركيز على الحرب. ولكن شاءت الأقدار ان كل الخيانة دور، والدور ده تسطر به التاريخ. ففي وقت تفوق المماليك انسحب خير بيك ورجع على حماه بعد ما نشر إشاعة بأن السلطان الغوري اتقتل، ففتح ثغرة في الجيش السلطان الغوري اللي ترج رجة كبيرة وسادت الفوضى في صفوفه. كانت مدافع العثمانيين قوية واللي كان عددها 50 مدفع وقتها، واللي فتكت بالجيش المضطرب. اتقتل سيباي اللي كان قائد الميمنة، واتصاب السلطان الغوري بصدمة فوقع من على حصانه ومات، ولم يظهر له أثر من يومها. ويقال ان مماليكه قطع راسه علشان لا يتم التمثيل بجثته في موقف الاحتفال اللي بيعمله السلطان سليم الاول، ولحد النهاردة ما نعرفش مكان دفن السلطان قنصوة الغوري. بعد ما دخل سليم الأول حلب رجع خير بيك ليها ولبس اللبس التركي وحلق دقنه زي الأتراك. ويقال أن سليم الأول في مرة أثناء مزاحه مع خير بيك أطلق عليه لقب خاين بيك، ومن هنا جت تسمية خير بيك بخاين بيك.
خاير بيك او خاين بيك بقى حرض سليم الاول على انه يكمل المشوار ويستولى على مصر. فراح سليم الاول على مصر وراح خاير بيك معاه، وخرج السلطان الجديد الاشراف طومان باي او باي على رأس الجيش صغير، قدر يجمعه بسرعة بعد ما الجيش الاصلي اتفرق وتشتت في الشام، وقامت معركة الرايدانية اللي مكانها دلوقتي بالقرب من العباسية. استبسل طومان باي في القتال بطريقة ملحمية بجيشه الصغير، لكن في الاخر اتغلب واضطر انه ينسحب، ودخل العثمانيين القاهرة ومعهم خاين بيك. فضل طومان باي يقاوم ويشن حرب عصابات على جيش العثمانيين لغاية ما هو كمان اتغدر بيه بعد ما استخبى في البحيرة عند شيخ من شيوخ العربان اسمه حسن بن مرعي. كان لطومان باي جمايل كتير واحسانات كتير قوي عليه، لكن على الرغم من كده الشيخ خانه وغدر بيه وسلمه للعثمانيين، وكأن لابد للخيانة أن تكون حاضرة لنهاية هذه الحكاية. لما تمسك طومان باي فرح سليم الأول وقال الآن ملكنا مصر، وبين له أي لطومان باي إعجابه الشديد بشجاعته ومقاومته البطولية، وما كانش عايز يعدمه، وقال مثل هذا لا يقتل، لكن خاير بيك نصحه بأنه يعدمه عشان يخلص منه. فشنقوا على باب زويلة وصرخ المصريين صرخة وقتها عظيمة لما اتشنق من حزنهم عليه، وبكده انتهى تاريخ الدولة المملوكية وسطرت الخيانة آخر كلماته. بيقول المؤرخ ابن إياس وهو شاهد عيان على حادثة مقتل السلطان الأشراف طومان باي، وكان الناس في القاهرة قد خرجوا ليلقوا نظرة الوداع على سلطان مصر، وتطلع طومان باي إلى قبو البوابة فرأى حبلا يتدلى، فأدرك أن نهايته قد حانت، فترجل وتقدم نحو البوابة بخطى ثابتة، ثم توقف وتلفت إلى الناس الذين احتشدوا من حول باب زويلة وتطلع إليهم طويلا، وطلب من الجميع أن يقرأوا الفاتحة 3 مرات، ثم التفت إلى الجلاد وطلب منه أن يقوم بمهمته. فلما وطلعت روحه صرخ الناس عليه صرخة عظيمة، وكثر عليه الحزن والأسف، فإنه كان شابا حسن الشكل كريم الأخلاق، سنه نحو 44 سنة، وكان شجاعا بطلا، تصدى لقتال ابن عثمان وفتك في عسكرهم وقتل منهم ما لا يحصى، وكسرهم في 3 مرات وهو في نفر قليل من عساكره. سليم الأول كان عين نايب له في مصر وهو يونس باشا، لكن بعد اعدام طومان باي شاله وعين مكانه خاير بيك وسلمه خاتم النيابة في 29 أغسطس عام 1517. فضل خاير بيك نايب على مصر حتى مات في القاهرة عام 1522. يذكر ان خاير بيك كان قد بنى مسجد في القاهرة في اواخر حكمه، وهو مسجد لم تقم فيه الصلاة ابدا. ليه؟ لانه يقال ان تصميمه الهندسي خلى القبلة غير صحيحة في موضعها اللي بنيت عليه. وهنا هيفضل تاريخ خاير بيك تاريخ غريب مليء بالغرابة والخيانة، وهنا تتجسد المقولة اللي بدأنا بيها الحلقة، وهي ليس الأبطال وحدهم هم الذين يصنعون التاريخ، فالخونة قد يفعلون ذلك أحيانا. شكرا على المشاهدة والاستماع، نتقابل في حلقة جديدة وتاريخ جديد. لو عجبتك الحلقة ممكن تعمل اشتراك وتفعل الجرس وتدعمنا على صفحتنا على الفيسبوك. أنا خالد مجدي وأشوفك إن شاء الله المرة الجاية. سلام.